وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري. مساء الخير دكتور، وبداية لو نتحدث عن الرؤى والمواقف الثابتة بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي الكريمة وللزميل العزيز وللأخوة والأخوات المشاهدين في مملكة البحرين العزيزة الشقيقة. والحقيقة نحن مثلكم نسعد ونفرح بما نشاهده في مملكة البحرين من احتفاء بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية إلى بلده الثاني، الذي الحقيقة لا نرى أنه إلا انتقل من بيته إلى بيته الثاني مملكة البحرين الشقيقة. والحقيقة هذا ما يجعلنا نتحدث دائما عن هذا التوافق الدائم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده، وصاحب الجلالة الملك حمد بن سلمان وسمو ولي عهده الأمين. هاتان القيادتان الحقيقة اللتان هما نبض للشعبين الشقيقين، فتجدي أن كل ما يصدر من هاتين القيادتين هو نبض للمواطن في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين. هذا التلاحم وهذا الحقيقة الالتفاف من الشعبين الشقيقين حول قيادتيهما أفرزت هذه التوافق في الرؤى، سواء في الرؤى السياسية على الصعيد الخليجي أو على الصعيد العربي أو على الصعيد الإسلامي أو على الصعيد الدولي. وكذلك هذا التطابق في تناول القضايا العربية بشكل عام والإقليمية وكذلك الدولية. كذلك هذا التوافق دائما يأتي أيضا على الصعيد الاقتصادي فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالاستثمار، فيما يتعلق بالمشاريع البينية بين البلدين، فيما يتعلق بالتدفق التجاري، هناك أيضا هذا التوافق وهذا الشراكة. هناك أيضا التوافق الرؤى على الصعيد السياسة الدولية والعلاقات الدولية في القضايا الإقليمية مثل الأزمة الليبية، الوضع في العراق، الوضع في سوريا، الأزمة اليمنية، أيضا التدخل الإيراني وزعزعة الأمن في المنطقة. تجد أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تتحدثان بلسان واحد ومواقف واحد. دائما البحرين تكون السباقة دائما إلى التهنئة لما يحدث في المملكة العربية السعودية من مناسبات وأفراح وأيضا من مشاريع ضخمة وعملاقة، وفي نفس الوقت دائما هي أول من يقف مع المملكة العربية السعودية عند حدوث أي تهديد أو ما نشاهده من ما يستهدف من صواريخ للمملكة العربية السعودية من ميليشيا الحوثي الانقلابية. دائما البحرين هي سباقة التنديد والاستنكار، وهذا ليس غريبا على مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. نعم، من الرياض المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.